قاتل الجمل أنا أول شخص تعهد باقتحام السفارة العراقية. لن نذهب ونعود إلا وقد استرددنا كرامة الأردن. لتعذر اليوم مثل خبر عاجل عن جزيرة اليوم ان شاء الله شوي شوية لتعذر الوصول سيرا. من يتخلف عن الوصول لهناك فليعلم انه يخزي للأردن وشهداء الأمة. نريد من كل زميل أن يهاتف مواطن زميل أي شخص بالتداعي إلى السفارة لتحريرها منها.